السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد لا فيديو ديالي في احسن الاحوال واحسن الظروف. جيتكم اليوم بواحد الكيكه اللي زعما روعه روعه روعه، لا بالنسبه للمذاق ديالها ولا بالنسبه للشكل ديالها، وتبارك الله ما شاء الله كتجي عاليه ومبهجه، زعما ديال النهار الكبير. والدراري سلامتهم عجبتهم بزاف بزاف بزاف، والمقادير فيها زعما بساطه، ولكن عندي واحد الاضافه كنديرها كيجي كتجي زوينه، جاتها هشيشه بحال مسقيه. هنا عندنا 6 ديال البيضات، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال سنيده، كاس ديال الحليب، وكاس ديال دانون، الاختيار تيبقى لكم. وهنا عندي الروح ديال اللوز. واحد الاضافه كنزيدها في الاخر ان شاء الله غادي نوريها لكم. هنا من بعد ما كندير البيض في الطراب ديالي، وكنزيد المكونات كاملين وكنخدمهم مزيان، وفي الاخر عاد كنخلطهم بالطحين. وعندي نص كيلو ديال الطحين ديال الحلوه، وعندي 4 ديال الخمارات ديال 8 غرام. هادو هما المكونات اللي فيها، وكنتمنى من الله تعجبكم، وان شاء الله كما قلت لكم ديال النهار الكبير. كنشكركم كاملين اللي متابعيني، وكنقول لكم شكرا بزاف ليكم وعلى الدعم ديالكم. هنا الروح ديال اللوز كندير نص معلقه صغيره، كيعطي واحد لوكو زوين زوين بزاف. بالنسبه للدانون بغيتو ديروا فيها ديال الكوك، بغيتو ديروا هي فاني، اللي زعما اللي بغيتو راه كيمشي معاها، وكتجي ديك لوكو زوين ديال اللوز مع هذا الكيكه هادي. كما قلت لكم كنت من هنا الكونفيتور ديال المشمش، درت منه حتى هو 2 ديال المعالق. هنا هذا هو المكون اللي قلت لكم، هذه الاضافه اللي كنزيد فيها اللي كتجعلها كتجيكم بحال الا مسقيه تماما، هشيشه من الداخل، كتجي زوينه بلا ما تحتاجوش كاع تسقيوها. هنا من بعد ما دوك المكونات كلها خدمتهم، كندير كما قلت لكم 8 غرام، وكنغربلو على داك نص كيلو ديال الطحين، كيجيني هو هذاك المقدار، هو هذاك. المهم البيض ما تيكون صغير بزاف، تيكون مقاد. وكنشكركم بزاف، وتنقول لكم ما تنساونيش من البارطاج ديال الفيديو ديالي باش تعمل فائده ان شاء الله. وهاد الكيكه كما قلت لكم زوينه بزاف، وغادي تشوفوني باش سقيتها المكونات اللي درت فيها، باش ماشي سقيتها انا، غير زينتها من الفوق. ما السقوة كما قلت لكم راه كتجي بحال الا مسقيه. هنا كنخوي النص ديال الخليط ديالي، كنخدمه مزيان باش ما تيبقاوش دوك الحبيبات، كلشي تيتمجز مزيان، عاد كنزيد الخليط الاخر. وما تنساوش ما تنساونيش من ابوني ومن جيم، كما كنقول لكم دائما، راه هي اللي كتجعل الفيديو ديالنا يتشاف بزاف المرات. هنا من بعد ما خدمت داك الخليط، انا كنزيد الخليط الاخر صافي، وكنخدمو مزيان، وكنديرو في المول ديالي، اللي المول كبير بصراحه كبير، لان نص كيلو ديال الطحين تيكون المول كبير وغارق. هاد المول تنخدم به الكليان ديالي بزاف، هو هذا المول اللي كندير. وبالنسبه للطياب ديالها، كما الفران تيكون على 150 درجه، كتشعلو عليه من التحت. يعني درت لها واحد الاضافه ديال الشكلاط، كنديرها من الداخل، اللي بغى اللي ما بغاش كيخليها غير هكاك، راه كتجي زوينه. انا حيت سقيتها من الفوق بالشكلاط، بغيت ندير هذيك الاضافه ديال الشكلاط على ود الدراري، كتعرفوهم كيبغيو الشكلاط بزاف، وكاين اللي كيدير فيها من الداخل الزبيب، الكركاع، اللي بغيتو، الاضافات اللي بغيتو راه كديروها. المهم كتجي زوينه بزاف. انا قلت لكم الاضافه ديالها باش كتجيب حايله مسقيه، هو الكونفيتور اللي كتخدموا بها من الداخل. صافي، وهكا كنبقى مستمره، وكنزيد الخليط ديالي وتنديرها طيب. انا كما كنقول لكم زعما الحاجه اللي طلبتوها مني، كتبوا لي ما عليكم، تكتبوا لي في لي كومونتير، وان شاء الله نوجدها معكم. وان شاء الله نشارك معكم هاد الايامات نيت واحد المملحات يجيو زوينين. بالنسبه هكا للدراري المدرسه ولا شي حاجه ديروهم اليوم، راه كيجيو خفاف وزوينين بزاف، وما فيهمش المقادير بزاف، كيجيو بحال ديال الباط فيت. هانتوما كما تشوفوا خرجه من الفران ما شاء الله عليها، جات مبهجه، كيكه غزاله. هذا هو الخليط اللي قلت لكم. هنا كندير السكر، انا درت تقريبا كاس لارب ديال السكر، كنخلي حتى تيذوب كامل تيتكراميلا.
صافي هو كما تشوفوا تكراميل ليا، كنزيدوا الحليب، جهد كاس ديال الحليب، العنبه. انا باش كنخدم دائما بكيسانه العنبه، يعني كما ما قلت لكمش في الاول راه كيسانه العنبه باش كنخدم. صافي وكنبقى خدامه بحال هكا فوق البوطه مهيله، وانا كنحرك ما كنحبش نتحرك. صافي حتى حتى كيتطلق ليا داك الكراميل مع الحليب، كاين كلشي تيمجج. وكنزيد هنا الشكلاط الكحل والشكلاط الابيض. بغيتو تزيدوا غير الابيض ولا غير الكحل بوحدو ماشي مشكل، المهم انا درتهم بجوج كيعطي واحد لوكو زوين ما بين الكحل والابيض. صافي كنبقى مستمره، انا كندير البوطه كما قلت لكم مهيله، كنبقى مستمره بحال هكا حتى تتوجد معايا الخليط. ما كانش عندكم بغيتو ديروا غير داك الحليب وتخدموا به، صافي كديروا طيف ديال الزبده، جد معلقه صغيره وصافي بلا شكلاط. صافي كنبقى مستمره على عافيه مهيله حتى تدخلت للخليط كله. صافي هي الكيكه ديالي من بعد ما حيدتها كنخوي عليها داك الخليط الشوكولاط. ملي كتبرد راه كيجمد عليها داك الخليط الشوكولاط مع كراميل. هنا كنشتت اللوز مهرمش اللي بغيتو، كاوكاو اللوز اللي بغيتو، اللي حبيتو الشوكولاط هكاك كتحكوه ولا كويرات باش ما بغي الانسان يذوقها تيذوقها. كنتمنى من الله تعجبكم وتجربوها، فعلا كتستحق التجربه، والاضافه اللي درت ليها هي زوينه بزاف ولات هشيشه. وخا تبقى ما تخافوش تنشف ولا شي حاجه، كتخلي داك الكونفيتور تيخليها هشيشه بزاف. من الاحسن ديرو ديال المشماش لان فيها الشوكولاط كيتواتى مع المشماش. وكنقول لكم كما اخر فيديو بالصحه والراحه، وما تنسونيش من بارطاج هذا الفيديو، وكنشكركم بزاف.